بسم الله، دلوقتي هنشوف امر مهم جدا اسمه هولد. هو ان انا امسك عنصر معين وابدا امشي فيه كان انا بشوف له مكان افضل احط فيه العنصر دوت. عشان تفعل الامر دوت مجرد تمسك العنصر وتقول له هولد، تمام. بس خلينا قبل ما نعمل كده، خلينا حاجه ملهاش علاقه بالهولد، بس شايف العلامات دي معناها ان في امر لينك متفعل، فممكن تشيل امر لينك ده بحيث يبقى الموضوع اخف. وممكن تيجي هنا في الفيو بوينت وتقول له انا عايز افعل الثيرد بيرسون، ده شخص كده بيبقى موجود، الامر ما بيحتاجوش يعني، بس انا حاطه كده كمنظر. بعلم على العنصر وبقول له هولت، تمام كده العنصر ده موجود معايا. فانا هاجي اقول له انا عايز اتمشى شويه، ووك اهوت، وابدا اتمشى. خلي بالك انا بتمشى بالعنصر دوت، تمام، بحيث تبدأ تشوف مثلا ممكن تحط في مكان تاني العنصر ده، هيخرج باب ولا لأ، تتمشى بيه وتبدأ ترجع بيه لو انت عايز.